مساء الخير، جولة جديدة من جولات اليوم. أهلا بحضراتكم. الدولة المصرية بتضع يعني من أولوياتها حرصها الدائم على دعم أسر وأهالي الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية. طول الوقت بنشوف إزاي إنه في تسهيلات خاصة لهؤلاء الأسر، سواء يعني تسهيلات فيما يتعلق بعلاج على نفقة الدولة، مصاريف دراسية، يعني في أمور كتير الدولة بتحاول بقدر الإمكان إنه يكون في وضع خاص لأهالي الشهداء. النهارده كان كمان في بروتوكول مهم جدا شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين. توقيع البروتوكول هو في إطار اهتمام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهامه في توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة. احنا معانا الأستاذة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يا ريت حضرتك تشرح لنا أكتر يعني كيف يستفيد أسر الشهداء والمصابين من هذا البروتوكول. طيب، سيادة الرئيس كان وجه بتكليف وزارة التضامن بحيث ان هي تنسق مع صندوق تكريم الشهداء والمصابين فيما يخص الخدمات الاجتماعية اللي تقدم لأسر الشهداء والمصابين. النهارده كان في توقيع البروتوكول ما بين وزارة التضامن وصندوق الإسكان الاجتماعي عشان توفير وحدات سكنية لمستفيدين الأسر والمصابين من مشروع برنامج الإسكان الاجتماعي. اللي هيتم كالتالي، إنه إحنا عندنا حاليا دلوقتي يعني قاعدة بيانات الأسر المستفيدة، ومن سواء أسر الشهداء والضحايا أو المصابين، بيتم هم بيتقدموا لدى وزارة التضامن بطلب الحصول على وحدة، وهيتم كمان يعني تقديم المستندات المطلوبه وطريقه السداد، لانه في سداد ممكن نقدي او من خلال التمويل العقاري، وبناء عليها هيتم مخاطبه صندوق الاسكان الاجتماعي لتخصيص الوحدات. فلازم هيتم من خلال وزاره التضامن، وده بالتنسيق ما بين الوزاره وصندوق تكريم الشهداء. ده هيبدا تنفيذه وتطبيقه من امتى؟ يعني من تاريخ توقيعه، يعني ان شاء الله من اول بكره هنبدا نعلن لهذه الاسر عن الميزه والخدمه الجديده، بحيث الراغب في الحصول على وحده او على ارض سكنيه ان هو يتقدم لدى الوزاره ويستوفي المستندات، وبناء عليها يتم مخاطبه الصندوق. طيب، هل هيكون في اماكن محدده لهذه الوحدات؟ لا، الاماكن الوحدات المتاحه لدى الصندوق الاسكاني، احنا لسه بس النهارده ماضينا وقعنا مع الصندوق، فلسه في تفاصيل، في تفاصيل واليه التنفيذ، لكن احنا حاليا بنفتح الباب انه اي حد من الاسر دي يتقدم للوزاره، او حتى لو عايز يتقدم لصندوق تكريم الشهداء. يعني احنا في تنسيق دائما طول الوقت مع الصندوق، فبحيث ان احنا بنعمل عمليه الحصر وبنوافي الصندوق الاجتماعي اول باول، فهنقعد لسه مع الصندوق بنحش ان ننسق اليات التنفيذ. هل البروتوكول ده يعني ما يتيحه من وحدات سكنيه دي اول مره تحصل، ولا كان في بروتوكولات سابقه لهذا البروتوكول في هذا الشان؟ يعني صندوق تكريم الشهداء يعني لسه مؤخرا بدا يصدر بطاقات تكريم شهداء، لانه لازم من ضمن الشروط عشان يتقدم للوحده لازم يبقى يحمل بطاقه تكريم شهداء وتكون ساريه. نعم. احنا حاليا في الفتره اللي فاتت كنا بنوزع البطاقات للمستفيدين، فبناء عليها هيتم التقديم للوحدات، لكن هو ده اول مره. انا بشكر حضرتك استاذه ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحمايه والأمان الاجتماعي، شكرا لحضرتك، وأكيد هنتابع معاكي ونعرف إيه التفاصيل اللي حصلت بعد كده في هذا البروتوكول، ويعني نعرف كمان إيه شروط التقدم، هيكون إيه الأماكن، كل ده هنعرفه من حضرتك أكيد في الفترة اللي جاية. في عندنا موضوع تاني برضو مهم، وهو ما أعلنته الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تفاصيل أول مستشفى افتراضي مربوط بعيادات متنقلة هيتم إنشاؤه لخدمة التجمعات البدوية وتغطية جميع احتياجات خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظة
جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. يعني إيه مستشفى افتراضي؟ يعني بالتالي إن إحنا محتاجين نفهم أكتر من دكتور سالي عبد الرؤوف مدير المكتب التنفيذي بالهيئة العامة للرعاية الصحية. دكتور سالي أهلا بحضرتك، يعني إيه مستشفى افتراضي؟ أهلا بحضرتك أستاذة فرح، وأهلا بالسادة المشاهدين. الأول حابة أتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل، إن هو طبعا هو حلم كل المصريين إن إحنا نقدم خدمة صحية متميزة لكل الناس ولكل المواطنين في أي حتة في مصر، ودي طبعا ليها دعم كبير من القيادة السياسية. جنوب سيناء زي ما حضرتك عارفة هي سادس محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة، فمساحتها كبيرة وبيئة صحراوية الانتقالات فيها صعبة جدا. علشان كده مجلس الإدارة الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد الصبحي تم تكليف الإدارة التنفيذية طبعا برئاسة المدير التنفيذي دكتور أمير السلواني علشان يعمل نموذج متطور يناسب طبيعة محافظة جنوب. فيها ندرة في الأطباء، ندرة في التخصصات النادرة اللي موجودة في التخصصات الطبية يعني. ففكرنا إن إحنا نعمل مستشفى افتراضية زي ما حضرتك بتقولي. المستشفى الافتراضي دي بمنتهى البساطة هي عبارة عن نتورك ما بين أو شبكات ما بين الوحدات اللي موجودة في منطقة والمستشفيات. ممكن عن طريق الشبكة والنتوركينج ده نتواصل مع دكاترة في أماكن بعيدة، يعني زي حلقة وصل. زي حلقة وصل هي نتورك. في سيستم إلكتروني بيوصل ما بين الوحدات الصحية وما بين المستشفيات، ما بين استشاريين ذو كفاءة عالية في أي مكان، سواء إذا كان جوه جنوب سيناء أو بره جنوب سيناء أو حتى بره مصر خالص. ممكن تتربط على عيادات متنقلة اللي هي اللي احنا بنسميها البولي كلينيك عشان تقديم الخدمات. نقدر عن طريقها ان احنا يعني نعمل كنترول او نعمل يعني نمانج الفرق الانتشار السريع في حالات الطوارئ في حالات الازمات والكوارث والطوارئ الحوادث and so on. حاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل. دي اساسا فكرنا فيها على اساس ان احنا نوصل لكل المواطنين في اي مكان، مهما كان المكان ده فين، مهما كانت الخدمه الصحيه هو حق كل مواطن ان هو ياخد ده نموذج شفتوه في مكان قبل كده في بلد تانية، يعني قررتوا ان انتوا تستخدموه وتطبقوه، ولا ده نتيجه مشكله مثلا شفتوها او معوقات معينه قابلت حضراتكم؟ لا، هو حاجتين. اول حاجه طبعا النموذج ده احنا شفناه بره مصر موجود، يعني اتطبق في الامارات، اتطبق في لسه قريب، اتطبق طبعا في اليابان وفي فرنسا وفي انجلترا. يعني هو بيتم اعتماده في دول كتير يعني. بالظبط، اوريدي موجود في دول كتير. احنا لجأنا للنموذج ده علشان احنا عايزين نعمل تغطية صحية شاملة، وهو ده الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل، إن احنا نعمل تغطية صحية لكل المواطنين اللي موجودين في أي مكان وياخدوا كل الخدمات بنفس الكفاءة. طبعا الأماكن اللي في جنوب سيناء اللي بعيدة، الطبيعة البدوية والصحراوية وصعوبة الانتقالات وهكذا، ده هتمنع كتير جدا من المواطنين إن هم ياخدوا خدمة لو حالات يعني نادرة جدا أو very specialized إن هم يوصل لهم الخدمة لغاية عندهم بأطباء يعني استشاريين ذو كفاءة عالية. فبالتالي إحنا فكرنا في النموذج ده على أساس إن إحنا نقدر نوصل الخدمة لكل واحد موجود من المواطنين في أي مكان. ده هيبدأ تطبيقه من إمتى يا دكتور سالي؟ إحنا in process دلوقتي، يعني إحنا دلوقتي بادئين pilot كده في حاجه اسمها التليريدولوجي اللي هو الـ الاشعه الذكيه. نظام الاشعه الذكيه وان احنا نربطه بالذكاء الاصطناعي. ده برضو جزء من الخدمات اللي هتقدمها المستشفى الافتراضي. هنعمل مناظره للحالات، هنعمل على طول فولو اب ومتابعه للحالات اللي هي
الحالات الامراض المزمنه بالذات علشان نقلل شويه الكومبليكيشن او المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجه ان هم ما بيبقاش عندهم استعداد يتنقلوا لاماكن عشان ياخدوا الخدمات. هنعمل كمان خدمات المعمل والاشعه الذكيه وهنربطها بالذكاء الاصطناعي عشان تساعدنا اكثر في تشخيص الامراض النادره او في اللي هو في المعمل والاشعه. نعم. برضو من ضمن الحاجات الكويسه جدا ان احنا هنربطها بالرعايه الطبيه المنزليه وممكن نوصل للمريض في اي مكان ان شاء الله. ده طيب حسب برضو الخبر انه هيبدا لابناء محافظه جنوب سيناء، هيمتد ويتوسع هذا الموضوع لمحافظات اخرى؟ طبعا هو بس احنا واخدين جنوب سيناء ده كبايلوت ستادي او حاجه دراسه مبدئيه كده او تنفيذ مبدئي على سكيل صغير، لان المحافظه دي هي اكثر محافظه احنا التامين الصحي الشامل الجديد دخل فيها، فهو دي اكثر محافظه حسينا ان الطبيعه بتاعتها والخصائص بتاعتها محتاجه، لكن هو طبعا بلاند ان هو ينتشر لكفر مصر كلها. طبعا اي مكان هيدخل فيه التامين الصحي الشامل منظومه التامين الصحي هتبقى موجوده المستشفى الافتراضي دي فيه. احنا شايفين كمان في خدمه للسياح الاجانب في جنوب سيناء، هيستفيدوا ازاي من هذه الخدمه يا دكتور سالي؟ هو احنا اوريدي بادئين برضو في التامين الصحي الشامل ان احنا نهتم جدا بالسياحه العلاجيه. حضرتك عارفه طبعا ان السياحه العلاجيه دي بقت هي حاجه مهمه جدا، وفي دول كتير بدات فيها وجاي سابقه مصر فيها. احنا بدانا فيها فعلا، وبدانا ان احنا نعمل خدمات للسياح بخدمه متميزه جدا باجنحه فندقيه في المستشفيات التابعه للتامين الصحي الشامل. فبالنسبه للمستشفى الافتراضي هم هيستفيدوا بيها نفس الاستفاده بتاعه الناس اللي موجوده المواطنين. يعني انا عندي سائح تعب وكان موجود زي مثلا في مستشفى شرم الشيخ الدولي ودخل المستشفى شرم الشيخ الدولي وهي الحاله بتاعته كانت تستدعي كونسلتنت اكتر شويه، والوقت والترانسبورتيشن والانتقالات مش مساعده قوي ان احنا نودي حد بسرعه، فممكن ساعتها ياخدوا استشاره من اي خبير يكون حتى جوه مصر او حتى بره مصر. يعني ايفن حتى احنا ممكن عن طريق المستشفى الافتراضي يعني هيكون في ربط كمان بمستشفيات او اطباء في الخارج. بالظبط بالظبط، فهي دي هتبقى مفيده طبعا في السياحه العلاجيه جدا جدا. نعم طبعا كل التوفيق لحضراتكم. دكتور سالي عبد الرؤوف مدير المكتب التنفيذي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، شكرا لوجود حضرتك. المجلس الأعلى للآثار انتهى من ترميم مقصورة الذهب في معبد هابو بالبر الغربي في محافظة الأقصر في إطار خطة وزارة السياحة لترميم وتطوير المواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة الصعيد. أعمال الترميم تمت بأيادي مصرية، وده يمكن اللي احنا بنشوفه في أعمال كتيرة حصلت في الفترة اللي فاتت، ولكن الجميل في يعني ما يحدث من أعمال ترميم هذه المرة كمان الصور ازاي جميلة، ويعني بنشوف ألوان هذا المعبد أو هذه المقصورة في معبد هابو ازاي بتعود لطبيعتها
مرة تانية، وكل ده بأيادي وخبرات مصرية زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كده في هذه الصور. كان في إزالة لأي اتساخات، أي مظاهر تلف أحدثتها عوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن وظهور الألوان الأصلية للمقصورة. مشروع ترميم معبد هابو بدأ العمل فيه من مارس اللي فات، وهابو هو واحد من أهم المعابد المصرية اللي تم بناؤه تخليدا لذكرى الملك رمسيس الثالث، وتم تشييده لإقامة الطقوس الجنائزية ولعبادة الإله أمون، وكمان بيتكون من فناء فيه نقوش للحروب اللي خاضها الملك رمسيس الثالث، والفناء الثاني فيه نقوش للاحتفالات يعني، وبعد كده صالة الأعمدة. في مقاصير خاصة بالمعبد وكلها مكرسة لبعض المعبودات، أهمها مقصورة الذهب اللي تم الانتهاء من ترميمها وإعادتها لألوانها الأصلية واللي احنا بنشوفها مع حضراتكم في هذه الصور. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم هذه الجولة. نجدد التحية على حضراتكم. من وقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإفطار أو في إفطار الأسرة المصرية لعقد الحوار الوطني، مجلس أمناء الحوار الوطني عقد حتى الآن 4 اجتماعات متتالية لتحديد الأولويات وأبرز القضايا اللي هيتم العمل عليها من خلال اللجان. بالأمس بالفعل انتهى مجلس الأمناء من تحديد القضايا الخاصة بكل محور من المحاور الثلاثة اللي تم الاتفاق عليها سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. تم تشكيل اللجان عددها 15 لجنة منبثقة من المحاور الرئيسية، ومن بين هذه اللجان حقوق الإنسان، الحريات العامة، الصحة، التعليم، الصناعة، العدالة الاجتماعية وغيرها من اللجان الأخرى. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأيضا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أولا مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية أنا عايزة أعرف سير عمل ال4 جلسات كان شكله إيه يا فندم؟ يعني ال4 جلسات دول حصل فيهم في الجلسة الأولى إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء ومدونة السلوك، وكانت جلسة مهمة جدا. وال3 جلسات التالية تم الانتهاء فيهم من ال3 محاور اللي استقروا على إنه الحوار هيمشي يعني بتناولهم، وهم المحور السياسي ثم المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي اللي انتهينا من لجانه امبارح اللي هو كان اخر الاجتماع الرابع لمجلس الامم. طيب من بعد هذه الاجتماعات شفنا امبارح انه بالفعل خلاص تم تحديد الاولويات، ايه الاولويات اللي تم تحديدها في هذا الاجتماع؟ الاولويات اللي حصلت هي اللجان المنبثقه من المحور الاقتصادي، فهي دار نقاش يعني مطول وثري و في اختلافات كبيرة، انتهينا فيه ل7 لجان ارتو انهم هم يمثلوا نص الشارع في الملف الاقتصادي، وكمان يمثلوا اهم القضايا هم التضخم وغلاء الاسعار، ده لا يخفى على حد قد ايه يعني يتصف مع اهتمامات الناس، والدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي، واولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص الشخصي سواء المحلي والاجنبي، والمحلي ايضا كان ده اهلي او غيره، والصناعه خصصناها محور لوحدها لاهميتها الكبيره، وقضايا الصناعه قضايا كثيره جدا جدا، وكذلك الزراعه والامن الغذائي برضو لجنه منفصله عفوا، وكمان العداله الاجتماعيه والعداله الاجتماعيه وما تشمله تحتها بقى من مساله الاجور ومساله المعاشات ومساله العداله الضريبيه وغيرها من الامور. فتقريبا يعني كل ما اتى به اعضاء مجلس الامناء من اقتراحات تخص المحور الاقتصادي يعني تم ادراجها في اللجان اللي تحت هذا المحور، واللي هيعين لها او يعني بعد كده هيبقى قائم عليها اشخاص بيدوروها، وبعدين مجلس الامناء طبعا هيبقى معني بكثير عمل هذه اللجان ومتابعه ادائها وتثمين ايضا مقرريها ومقرريها المساعدين. فهي لسه في طبعا شوط من العمل، ويمكن الجلسه الجايه هتبقى جلسه مهمه جدا جدا. دي هتكون امتى؟ 27 27 شهر ده 27. طيب يعني حتى هذه الجلسه القادمه اللجان بالفعل هتبدا عمل.
لا، اللجان هتبدأ عملها بعد الانتهاء من اه تمام تسمية مقرريها، وبعد الانتهاء من الاتفاق على طريقة عملها، ثم تنطلق اللجان بعد كده وتتم الدعوات الموسعة للجميع. يعني بعد كده هيكون في مشاركة برضو، هيبقى في يعني مسموح لمشاركة أي حد عايز يشارك في هذه الأعمال. طبعا انا عايزه اوضح حاجه، هو الحوار لم يبدا بعد، يعني احنا لسه في المرحله الاجرائيه وهي التحضير الجيد جدا لمسار الحوار، وهي مرحله لا تهم تقل اهميه ابدا عن بدء الحوار نفسه. نعم. ولكن طبعا فور انتهاء الاعمال المنوط بمجلس الامم القيام بها من هيكل الحوار والقائمين على الحوار وما الى ذلك، ستبدا جلسات الحوار نفسها. نعم. يعني طيب، انا يعني اللي احنا ملاحظينه كمان انه يمكن ما يتعلق باللجان الاقتصاديه هي اللي واخده نصيب الاسد. من حيث العدد، لانه الحقيقه حتى يعني كان ممكن تدمج هذه اللجان، ولكن ارتقي انه في حاجات لازم تتقال بالصيغه التي يحب الناس ان يسمعوها. نعم. بمعنى مثلا الاصلاح المالي ممكن ينطوي تحته مساله التضخم وغلاء الاسعار، ولكن لان هذه القضيه قضيه محوريه وتحتها العديد من الاقتراحات، وهي يعني معبره عن نبض الشارع، فالاراء ذهبت ناحيه انه تفصل المحاور المعنيه بهموم الناس، حتى لو اكاديميا هي تصلح انها تنضم، ولكن اهميتها فضلنا انها تبقى لجان مفصله تدي مساحه اكبر في النقاش، تدي مساحه اعمق للمخرجات بشكل مستقبلي. نعم، أنا بشكرك كنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا لوجودك معانا. أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إنه جاري تعيين أول دفعة من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبع، بداية من منتصف الشهر الجاري، دعما للكوادر البشرية الفنية بالهيئة، وده في مسار بناء قدرة القوى العاملة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ووفقا لخطة الموارد البشرية بما يتوافق مع مسار تنفيذ المشروع. وضحت هيئة المحطات النووية أن أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء انطلقت بالفعل يوم 20 يوليو الماضي، وهو ما يمثل حدث مهم في مسار تنفيذ المشروع، ويعني انتقال مصر لأول مرة من دولة تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية والدخول في مصاف الدول اللي بتنشئ محطات نووية طبقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فبالتالي هتنتقل من هذه المرحلة. المدرسة الفنية التكنولوجية أو لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبع هي أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بيها هيكون بنظام ال5 سنوات، بتضم المدرسة 3 أقسام: إلكترونيات، كهرباء، وكمان ميكانيكا. أما مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري كشف عن حالة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الأيام الـ4 القادمة، توقع تعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة، وكمان تعرض بعض مناطق جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة يوم السبت. النتائج الأولية كمان وضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد والاثنين اللي جايين في أماكن متفرقة من جنوب سيناء، البحر الأحمر، وجنوب الصعيد. هيئة الأرصاد الجوية كمان بتتوقع فرص سقوط الأمطار بداية من بكرة بنسبة تصل ل30%، وممكن إنها توصل كمان لأمطار رعدية على حلايب وشلاتين. إحنا معانا هاتفيا الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد. يا دكتور محمود أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم وكل السادة احنا المشاهدين. جايز ممكن نكون مش متعودين على فكره ان احنا نبقى في الصيف وبنتكلم عن احتماليه سقوط امطار حتى لو في اماكن مختلفه عن يعني القاهره والعاصمه. وحضرتك طبعا الثغرات المناخيه اللي بيشهدها العالم كله منذ عده سنوات خلت طبعا الاجواء بتتغير شويه في بعض الفصول، واحنا راصدين طبعا في الهيئه العامه للارصاد الجويه سقوط امطار في مثل هذا التوقيت من العام خلال ال3 4 سنين اللي فاتوا على المناطق الحدوديه للبلاد. عشان كده طبعا الهيئه العامه للارصاد الجويه داخلها من مركز التنبؤات والانذار المبكر
أصدرنا طبعا نشراتنا اليومية، وذكرنا من حوالي أسبوع إن في فرص لسقوط أمطار مع بداية شهر أغسطس، وده بالفعل اللي أكدناه برضو خلال الأيام اللي فاتت، واللي أكدناه النهاردة في نشرتنا اليومية، وقلنا إن فرص الأمطار هتبدأ من بكرة أمطار خفيفة وبتكون مصحوبة بسحب رعدية، ولكن على المناطق الحدودية للبلاد زي ما قلنا مناطق من جنوب سيناء خاصة عند سانت كاترين، مناطق من جنوب سيناء زي نويبع دهب، هذه المناطق ايضا على المناطق ثلاث جنوب محافظه البحر الاحمر عند حلايب 30 مرسى علم، ايضا مناطق من اقصى جنوب الصعيد، ولكن ده هيبقى من يوم السبت ان شاء الله. هل امطار يعني ممكن نتخوف منها، وخاصه ان احنا شفنا في بلاد اخرى الامطار وصلت ل يعني سيول؟ حضرتك الاجواء دي مختلفه تماما. نعم. عن الاجواء اللي حصلت في الجزيره العربيه او في السعوديه او اللي حصل في الجزائر الاسبوع اللي فات، طبعا الموضوع مختلف شويه، والحزام المداري وامتداده لشمال السودان ومن شمال السودان الى الحدود المصريه هو ده اللي هيتسبب في سقوط الامطار المتوقعه خلال الاسبوع القادم، ولكن زي ما ذكرت حضرتك السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد بمنأى تماما عن فرص لسقوط الامطار، مش هيستشعروا اي فرص سقوط امطار. طيب اخيرا لازم اسال حضرتك عن حاله الحر الشديد اللي احنا بنشهدها يعني الايام دي، هيكون في انكسار ليها قريب ولا لا؟ حضرتك في شهر 8 بترتفع في نسب الرطوبه معتاد في شهر 8 ارتفاعات نسب الرطوبه بتزود طبعا احساسنا بارتفاع درجه الحراره، يعني شهر 8 بيكون مختلف شويه عن شهر 7، يعني شهر 7 بتسجل فيه درجات حراره ما بين 37 و38 درجه، ونسب الرطوبة بتتراوح من 80 ل 85%، ده على القاهرة. في شهر 8 درجات الحرارة بتبقى ما بين 34 و 35 بتنخفض شوية عن شهر 7، لكن بترتفع نسب الرطوبة وبتتجاوز ال 90%، وده اللي بيدينا إحساس أكثر بدرجة الحرارة، لكن إن شاء الله أتوقع إن شاء الله مع بداية شهر 9 الأجواء تكون أحسن طبعًا وأقل في نسب الرطوبة من هذه الأوقات اللي موجودة في شهر أغسطس. نعم. بشكر حضرتك دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بيئة الأرصاد الجوية، شكرا لوجود حضرتك معنا. دي كانت جولتنا النهاردة في اليوم، نشوف حضراتكم بكرة بجولة جديدة، إلى اللقاء.